بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوش كبرات ريزدار صلوات خدير سر وابن أم بردوام إن شاء الله السر شروع كرنا مجوى دولة أموية. اتخلقت بوري دا مبحثي شهيد كرنا حسيني كر وهروسا أمل سر وان خال الراوستان يتبحثي كان سري حسيني الكيفية وكلاخي والكيفية والكيري هاتيا وشارتن لكولينكا تيرو تسالي مالسر ويجيه كر أوجهكو نكا سري حسيني لهاتيا وشارتن شيعة حسين وقبر حسيني يكريا مزارك بو سرادانه وقالك زيادة روي يعني هر وقت تبجي مبالغة السر نبس قرى حسيني وإنما قرت إمامة وان هميا يعني يهات يكرن وقالك بمظن في يهات يوارقرتن تتشي بجي دينكي ني هر وقت تبجي شيعة يقردايا قرت أئمة وأئمة يتشيعة و جلك كتاب و جلك علماء و جلك حاج كتب يجي مذهبي وانا هما مذهبي يه قبرستانا و قرستانانا و زيارتا حسينية و يا إمام علي و يا أئمة وانا و حتى دوما هيك يعني هندي شيعة اهتمامي و جرنجيب سرادانا وان قرى و وان قبرات دنو وان أفيت اتناف وان قبرات هاتين وشارتن يعني تدي هما بيجي ابتني مذهبك وكي جلك جارت بجني مذهبي قبورية مذهب قبرانا مذهب ي زيارته وسرادانا فان قبرتها ادفي خلا كده اگر خدي حاسكتن امدي بحثي زيارتها يانجي سرادانا يان زيارتها قبر حسيني كين بنسبه يعني عبادته بنسبه بيروسكرن بنسبه قدسيته يعني شيعة زيدا غاويا كا جلكا مازن يانجي امشين بجين زياده الرويه كيا كيري تقديس مرقدادا بيروس كرنا يا غوراو مرقدة دا مرقدة يت أئمة خوا احتمالا أو بيروزي وقدسياتا أو بو قبرة أئمة خوا دانن بطيباتي حسيني وبابوي علي احتمالا أو أهميته أو قدر قيمته أو قدسياته أو بو مكهي كمزقفتا حرامية ورصة بو مدينة كو قبرة پیغمبر يلوري صلاة والسلام هنده بوان نادين وبو خاطرة ويش هنده كودا خلقه كي بگري دنب بوان قبراوا ومذهب خوابي وكما قلت يعني بروج بيخنو وخوش كن البر عالمي هندك قوتن وأقوال السر أزمانة أئمة خوا يدفقوا هاستين وتبدجي احتمالا أو أئمة أو إمامة شوان قولا وشوان قوتنات بريئ بن مهم أف أخفتنات هاتين فقوا هاستين سر أزماني وانا كدا خلقك بزانتن كو أف يتناف فان قرادا وخدانت فان قرا وقورت وانا قدسيتك وبيروزيك جلجلك مظن يا هاي وخيرك مظن هكر إيك يعني سرا أفان قريتها بدتا بون منا إيك شوان قولا يبال دايا حسين يعني علي كوري حسيني بخوا علي ابن الحسين كو إيكش إمامة وانا ناكو بشتي بشتي حسيني كوريوي علي يعني يبيا إمام إيكش إمامة وانا ناكو إمامة شارية علي بيغمبري خدية الصلاة والسلام الدفوانا بشتي نجي إمام علي بشتينجي حسنة بشتينجي حسينة بشتينجي علي علي إيه كري حسيني بجاء بيجن علي هو جوتا وتبدجي احتمال علي إيه بريء بتن جفي آخفتن بيجتن خد تعالى كربلا جعل الله كربلا حرما آمنا مباركا بيجتن خد تعالى كربلا باجر كربلا كربلا كرا حرمك آمن ويا بيروس بري خد تعالى كعبة خلقيات كتن يعني بري عرض كعبة عرض مكه بيت خلقيات كنا 24000 سالة يعني خد تعالى عرض كربلا خلقيات كر وبيروس كر وبقدر إخذ وقدسيات داء بري عرض كعبة كعبة بيروس كعبة مكه يعني خلقيات كتن 24000 سالة وشهينجي وحتى في قابي وحتى حتى يجي أفقدر قيمته دي هربو كربلا هابتن وخد تعالى دي عرض كربلاء بشتي رجا قيامته كتا بارجا كش بارجا بحشت انكو دي عرض كربلاء السرية عرض ديتا فاقو هاستن خدت على ديتا بحشت كدا
الويريجي إمامة وانا السر وي عردي عردي كربلائي يعني دا آكنجيكن أفا إيكش وان أقوالانا أقوالت يد أئمة وانا وأفا جي الزبرتفا الدف قوتنت وانا كوبو علي بن الحسيني أخفتنا كاديا بالدا جعفر الصادق أفا هاجي إيكش أئمة وانا نأت بيجتن عردي كعبي عردي كعبي كعبا بيروز كعبا ماكهي بيجتن فخر بخابر قوتي أس يعني جلكا بقدر قيمتهم اجبركو كعبل سر پشتامن يهاتيه آوا کرن و خلق تينا زيارتا و كعبه و پشتهنگه اس خود تعالى يا كريم حرمك ايمن و يا مبارك بيشتن فأوحى الله إلى أرض الكعبة خود تعالى وحي بو عرده كعبه هنارت و قوته كفي و قري قوته خوامتك و ازمان خود درشنك قوته كانه تو درزيك بكيت بحره دو بيني داره كانت چند اش آوا بحری کم بد هند قدر و قیمت تایه برانبری قدر و قیمت عرده کربلا یعنی قدر و قیمت یه کعبه او قدر و قیمت او آخا کعبه سرات یه آوا کرن برانبر آخا کربلای الدف شیعات تمتی کوتو درزی که بکید بحری دا بینی داره کانت چند اش آوا بحری کم کتن هند یعنی قدر و قیمت کربلا مصطره الدف شیعات آخا کربلا مصطرش آخا كعبل سرهاتيه آوا اكرن هرواسا قوتي ولولا كربلا ما خلقتكي قوتي هما اكجار من تخلقيات نكر من تخلقيات نتكري هكا نسر خاطره كربلا آبا وهرواسا وأول سر بشتاتات جهاتي آوا كرنكو كعبه من أوج خلقيات نتكرن فكوني ذليلا لأرضك كربلا برامبر أي أردا أي أرد كعبه أي آخا كعبه سرهاتي آوا كرن هشيار با از ماري خواب که دوه خواده خواه متکه نه آخوه و خواه رزیل که خواه زلیل که خواه بشکه نبو عرده کربلائه ولا تستکبری خواه مظن نکی سر عرده کربلائه و الا هویتو بکی فی ناری جهنم یانجی ازی تحاویجمه ادبنه جهنمه ده اف آخفتنه و اف حدیثه هنده یا دریش یا اویدی اوه سر از ماري جعفر الصادق شیعه یا چیکری و داکو پیروزی آخا کربلا يعني برچاف بكن بو بسرمانا برامبر او آخا كعبل سرهاتيا آوا كرن طبعا اف آخفتنا هر دو يا برينو كجيو افاجيا التاريخ كربلا دهاتيا نبسين صفحة صادو دو هكا ايكي ببتن لبز ورتبا تاريخ كربلا كتبكا شيعانا يعني لا پر صادو دو اف صحبتياتي دهاتيا نبسين اف قدر قيمته او بو كربلا الدينن ابتني بو هنديا كوچكو حسين يلويري هاتيا وشارتن حسين عليه السلام يلويري هاتيا وشارتن و بو هنديا وكي برينو كما قوتي كودا خلقكي بكربلا وغريدن و بقبري حسيني وما قوت غريدن و نبسي حسيني بلكي بقبريت ائمت خهمية وما قوت غريدن بجا اجراكي غلاكي مظن وان يدستي شانكري بوي اوه زيارتا يعني قبري حسيني بكتن و طبعا اود بيجن يعني الشيعة بيجن اجري زيارتا قبر حسيني اجري سرادانا كربلاء وقدر حسين يعني قبر حسيني بجتن جلك وجلك مصر اش قدر وقيمته خيره زيارته بو مكه بو مدينه يعني فيغا في ايك بجتا كربلاء زيارتا قبر حسيني بكتن خيراوي جلك مصر اش خيره زيارتا مكه وهروصايا مدينه طبعا اول سر ازمانه که دیسا و سر ازمانه جعفر الصادق و احتمالا جامری یه جوه چنده بری بتن المهم اف آخفتن اجیکا پالدائه جعفر الصادق چل بیشتن؟ بیشتن لو یعلم الناس ما فی زیارت الحسینی من الفضل اگر خلکی زانی با که فضل و قدر و قیمت زیارت حسینی چند دامازنه گوتی لذابو شوقا یعنی لی زیارتی دا حلهن وك خريبي بو زيارتا قبر حسيني وانقطعت انفاسهم حتى قوتي نفس خلقي دا قطعة بتن اش خريبيت قورا حسيني دا اش خريبيت زيارتا حسيني دا هكا خلقي زاني بك زيارتا قبر حسيني چند خيرك مظن يا بو هاي وانقطعت انفاسهم حسرة هندي هند دا حسكن سرادانا قبر حسين كش باروي قداوي خير بدس خفا بينن دا نفست وانا يعني ايك ريكي نادتا يادي بلكي دا وكي ما قوتي دا خندقن دا نفست وانا دا قطعا بن بشتي هنجي ادبيجتن قالوا هندكا قوتي يا امام ما چي خير زيارتا قبر حسيني دايا ادبيجتن من زاره تشوقا هر كساكي زيارتا قبر حسيني بكت بو خريبي
يعني هنديتي خريبة إش حسيني بش تنجي زيارة قبر حسيني بكتن بش تنكتب الله له أجر ألف حجة خد تعالى ديبو أجر هزار حجة نفسد وألف عمرة وهروسا خيرة هزار عمرة ديبو نفسد وأجر ألف شهيد بدر وخيرة هزار بصرمانة الشر بدري هاتين الشهيد كرن كا أجر شهيد هر إيك الشهيد بدري كا أجر ويشاندا خيرا هزار شهيد بدري جي خدت على ديبوي نفستن وأجر ألف صائم وهر وصا أجر هزار مروفة روجيجر وأجر ألف صدقة وأجر هزار صدقة وألف نسخة من القرآن ختما وهزار نسخة قرآن إيك ختم كت بخوين تهمية ختم كتن ولم يزل محفوظا في سنته وأف مروفة زيارة قبر حسين بكت ويصالة حمية يدبن باراستنا خد تعالى و وخد تعالى ملائكة ديفر ريكت الهندافي السريوي ديوي باريزن ناهلن چو نخشي بيت الريكاوي و ناهلن چو آستانگو گرفتار بوي چبن و پشت ينجي وقتت مرد جي خد تعالى دي قبروي هكار مر خد تعالى دي قبروي هندي چافتوي قطرات كن رخي راستي و رخي چپه هند دي قبروي بو برفره بتن و دي اش گواشتنا قبری جی قرطال بت اواد بجنه ضمت القبر و هر وصا منکر و نکیر همه هر نائل همه هر پسیارا جناکن ایک جاری و هر وصا دی درگه ها که القبریوی وکنت نفبراوی بحشته و او دی جه خوال فیردوسا بلند بینت دف پیغمبری خود صلی اللہ علیہ وسلم پرخ کلکا پیغمبری و علیه الصلاة والسلام و دی کتاباوی رجا قیامت بدست راست دنه و هر وصا رجا قیامت کو رجا کا تاریستانه در روناهیه که وقت بریکاوی ما بین مشرق و مغرب که چند دیره ده همیه رون کتن و اف مروفی هدل بروی روناهیه چطه روژا قیامته و هر وسا و یونادا و ده گازی کره گازی کتن نافوی مخلوقات حمیه ده بجن هادا منظار الحسین او زیارتا حسینی کری بجا گوتی هند دل محشره روژا قیامته همی ده حس کن و ده تمنای کن ده داخواست کن ده بشن خوازیش خیر خود را وقت ام جی ساخ سر دنیای ما جی زیارتا قبر حسینی کرده با خواه حتا پیغمبریت خود جی ده بشن ده داخواست کن ده خوازی که راه لن بشن خوازی ما جی زیارتا قبر حسینی کرده با اجبر وی اجرو و وی پاداشت خود تعالی دایوانا القیامتی خوش کبرایت عزیز اف اخفتنیت من گوتی خلط تینه گهن اف حمی اون اوید شیعات کتبت خدا اینا اینا خواره السر زیارتا قبر حسيني خوش كبرات عايز اف اخفتنا فيديو ما هيك ما قوتي افا طبعا يعني كتابه فيض الكاشاني دا ياهاتي جلد 2 254 جلد 2 254 فيض الكاشاني العرض اكيد طبعا بيجتن ببورن افا عالم اكيد طبعا هريوانا ادبيجتن اوانا هند صفات دانا ائمه خوا يعني هند صفات وصالوخات بال دانا ائمه خوا زيدتر شيد بشرا يعني حاج كتب يجي إمامة وانا إش مرتبة مروفة إش مرتبة بشرة تبلند كرينة يعني تبلند ترش مرتبة بشرة وحتى أو تبجن يعني الشيعة تبجن حسين إمام المؤمنين يعني إمامة هندي إيمان دارك سر يعرديه يتمرين وأفيد صاخ وأفيد بينجي حتى قيامة طبعا أفا وكي أمد ظانين أفا بيغنبري خده صلاة خده سربن يعني إمام همي إيمان دارانا أو تبجن حسين إمام المؤمنين وتبجن وله خلق السماوات والأرض بجن حسيني يعني أرض عثمان يدخل خلق يذكرين وتبجن حسين صراط خدية فهو الصراط وسبيله أو صراط خدية برا صراط يا حسين وسبيل ريكا خد تعالى يا وجاوه خود تعالى يا ودليله ودليل بابه خود تعالى درجهك اتناف برا خو و پیغمبر و انبیاء خدا يتذكرين دا اتصال اتناف برا خوده و پیغمبر و انبیاء دا هبت آگوتي حسين وان پیغمبر و وان انبیاء اتوی درجه راد بتا دف رب العالمين يعني دليل درجه خوده اتناف برا رب العالمين و پیغمبر و انبیاء دا حسين درجه وانه وي درجه هي او اوان پیغمبرا وان انبياء حميا ادفاقو هستن بو حضرت خود تعالى اتوي درجه را خوشكو برايت عزيز يعني افا همي ما قوت آخفتنت يتشيعانن كتاب احتمالا بآلافا پرتو كت هاتينا تأليف كن سروان آخفتنت فيقاوه ما قوتين افا مذهب وانا حسانا يعني جاريوان قناعات ياب مذهب خواهيو ايمانك كامل ياب هايو عالمك وكي قوتي متابعو ديف چويت خواهيت هين ام رد داوان ناكين يعني ام
حاشب جوابك كم نبرة خدينا مهم إنسان يحرى الفي دنياي هر مذهبك هر دينك هر عقيدك يبقى بالبجيرة خد تعالى إنسان يحر كذي هو صبر خدنا إسلامه وهو صقدر قيمة أيمة خجرن أو يعني السروانة حسابه رجع قيمة ديل سروي أساسي حساب السروانة إتاكرن طبعا دي سبب هندجي هندك مناسك بزيارة فان قبرة قبرة أئمة خوي الدين يعني هند الرين ما أم بجني مناسك أن رين ما كاتشا في قبة مثلا أم بجني وقت إيج بجتا حاجة د إحرام جريدو د هو بجتا وقت داخلي كعبي د هو بجتا وقت طوافت كد هو بجتا وقت جتا صفا مر د هو بجتا أف مناسك تا حمي كاتشا يعني حديث هذا وآيات القرآن ده بمهاتا علماء بمشروبة كنا بوچونا حاجة أيناً وانا جهوصا هندك رين موه مناسك يداس نشان كرين بو أويت شد زيارة قبر حسيني بونمونا جعفر الصادق بيجتن إذا أردت زيارة هكذا فيا تأنيت كرتو بيجي زيارة قبر حسيني بيجت لازمه چارشنبه و پيشنبه و خطبه تو يب روجيبي يعني چارشنبه و خد... چارشنبه و پيشنبه خطبه تو يب روجيبي أفا ايك و تو الگل عائلة خوا الگل مالا خوا حمية أولي کا بيك وستريت خوب شون يعني جسد خواه پاقش بکن و پشتی هنگه گل گواهین شمال در کتن دعا سفری بخوینن و پشتی هنگه خواه کشخه نکن گلک یعنی لباست اوه یه کشخه نکنه برخواه و هشیار بنب روژی چناب تفریکی ها اکودو بکن قصیش کستی بجنه اکودو گلک نآخون قلت الکلام يعني ايش مناسك زيارة حسين چناب گلك باخون و هر وسا هندی تا پیچید بد پیا هر سیار نچل دوار سیار نبل سیار سیار نبا و هکر تو گهشتی هکر تو گهشتی بر قبر حسینی آلک آخوا اب تربایی ونه یعنی اب آخات اب آخا قبر حسینی ونه و الویره بگری پشتی هنگه پشتی تا آرون کا خریبیاتا محبتاتا بو حسینی تا پچکی تازان پشتی هنگه رابع هفت طوافا الدور قبر حسيني بك طواف دش سري دست بكي سريوي راستا سريوي دي دست بكي ودل دور زفري حتى جارك ديتيه هندوي سري بابا طوافك حف جاره وصاد طوافكي چگوات طوافك خلاص كي درك عطيت سنتي برامبر سري حسيني برامبر سري حسيني تو يعني دي درك عطيت سنتي جيكي وهو صا زيارتاتا يعني حاجاتا بو بو حسيني وبو زيارتا قبريوي دي يعني تمام بدنا خوش كبرات عزيز أبا حتى أبا كان تقريبا نزيكي 18 دقيقة 18 دقيقة برنامج حتى في قابة أم يلسر يعني وان أخفتنا فات قهزين يلي بساوي صحباتتكين أو الشيعة الدرها قا زيارة حسيني داد بجن دي في قابة هاجر خودي حاسكتن السر ردي أخفين كاني عجب أف أخفتنا همي يعني درستن هاجر أم بكنا طرازية الشريعة دا برهم باركين تجل آتة قرآن وحديثة پیغمبر صلى الله عليه وسلم كان حتى چحت حتى چي رادة درستن وبشتي هنگي أم دي إن شاء الله شنيكا يعني جيك فاويركين يا راست يا درست إن شاء الله البرما بصرمانا شاكي قلق لكي طبعا إن شاء الله بآقلين أم الظاني كان يا درست الكيرية ويا خلجي الكيرية دست بيك جاري السر قدسيتا آخا كربلا سر قدسيتا آخا كربلا ما دست بيك قوت يعني كاچن يعني قدسيتا كمازن الدفوانا وچندا بيروزا گلا گلا كش كعبه وش مسجد الأقصى وش مسجد پیغمبري يعني احتمال دنيا كي فرقة وقدرت را الدف شيعة جوان يعني جهت بيروز جاري دست بيك آخا كربلا يعني الدرهقة كربلا دا ويا نجف دا وهمي عتبات توانت مقدس یک آیت قرآن و یک حدیث پیغمبری صحیح و یک قول خلیفه کش خلیفه راشدی و حتی علماء معتبر یک آخفتنش وانا نه تا نوگو هستن درحقا قدسیتا نه کربلا و نه نجف و نه عتبات تواند مقدس سامر را ما سامر را یعنی اوه جارا کهیدی بجموه یعنی یک آیت قرآن و نه حدیث پیغمبری صحیح نه اقوال خلفاء و نه علماء یک جار در حق قدسیت وان باجرده یک جار نهاتیه اما یا هاتی یعنی قرآن دا بحث هاتی کرن حدیث پیغمبر دا صلی الله علیه و سلم بحث هاتی کرن اقوال خلفاء دا اقوال علماء دا مذاهب اسلام تاکید سر کری حدیث صحیح تهی تجی زکی کتابت بصرمانا یعنی بحث قدر و قیمت هی بس اف جهت کو القرآن ده هاتين بحث كرن الحديث ده هاتين بحث كرن أقوال علماء خلفاء نبحث كربلاء أو نبحث نجفة أو نبحث سامراء أو نبحث عتبات وانا إيك جار بلكي بحث مزقفة حرامي هاتيا كرن المسجد الحرام چند جارا نافي القرآن ده هاتيا چند قدر قيمتك مظن نص دقة قرآن بيروس يت ال سر مزقفة حرامي هاتين ويل سر هندك جهديت بيروس هاتين
داخلي يعني داخلي حرمه داخلي حرم مكه وش دار في حرم مكه مثلا بنمنا بحث كعبه هات يا كرن الحجر الاسود بري الرش بحث كعبه اول بيت وضع للناس للذي ببكه يعني آتت قرآن احتمال الدنيا كآتت قرآن سر كعبة هاتين خواري سر بري رشيد هاتين خواري مثلا سر بيرا زمزم يت هاتين خواري وهر وصا سر صفا ومروة يت هاتين خواري السر ميناي يعني قرآن بي هاتي حديث البيغمبر يت بيهن صلاة بخلي سر بن أقوال مذهب علماء السر هين سر عرف عرف السر عرف كل ركنش هميا مصدر إش أركان الحج بحسي عرفية وهر وصا بحسي مزدلفية وبحسي مزقفتة بيغمبري صلاة بخلي سر بن چند حدیث پیغمبری صلی الله علیه و آله بحث مزگفتا خاکریه سر قدر و قیمت وان وان جهت پیروز اش در وی حرمه اوش ناف دای حرمه و هر واسه مزگفتا پیغمبری علیه الصلاة و السلام اوا یعنی خاله خاله دوی یعنی چنابتن مروف انیتا زیارت سرادان بچت چم مزگفتا کو بو عبادت کرنی انیتا چنابتن تو سفر بکی چم مزگفتا سر دار دنیای بأنيتا بارستنا خود تعالى عبادتي إلا أفهر سي مزقفتا نبن يان مزقفتا حرمي يان جي مزقفتا أقصاي أول الأويدية خود تعالى إن شاء الله زيكا قرطال كت شلابت جوا بنت داري يان جي مزقفتا بيغنبري عليه الصلاة والسلام يعني بعربي بجني شد الرحال كتو سفري بكي بأنيتا عبادتي بو چو مزقفتا سرداري الدنياي بو چو باجرة سرداري الدنياي نيا درستا ممنوعة شريعة إسلام دا نبو كربلا ونبو نجف ونبو سامر ونبو شعر دا إلا بوفان هرسي مزقفتا هذا آية القرآن بهين حديثة بيغمبري الصحيح بهين علماء السر آخفتين وجاء أفاجي وهروسا يعني بونمونا مثلا فضل فضل مزقفتا قبائي كانت حديث السر مزقفتا قبائيكو أول مسجد أسس على التقوى حتى خد تعالى القرآن دا بحثي مزقفتا يعني مزقفتا قبائيا كيري كويا هاتي اواكين هر دست بيكا خب بري اوليكا سر تقوى هاتي اواكين وهر وصا دعاء پیغمبري صلى الله عليه وسلم بمدينة فضل يعني پیغمبري چند دعاء بمدينة كرنا ومزقفتا خواه كرنا وابو كسا كي بچته امنا و اويدية هر وصا وادي العقيق نهالا عقيق چند بحثي بهاتا كرنت حديث پیغمبري دا وهر وصا فضل اقصى مزقفتا اقصى وكي بري نوكي ما قوتيكو نفيجال مزقفتا اقصى بينصط نفيجانا وهر وصا مزقفتا دوية السرية عردي هاتيا آفا كرن و مسرا پیغمبرية صلاة بخلي سر مخته وقت يعني چويا معراجي چويا اسمانا پیغمبر صلاة بخلي سرش مكيه چويا مزقفتا قصي شويري هاتيا بلند كرن بو اسمانا حفته و ديوانا يعني يا رب العالمين وهر وصا اف مسجدتها اف مسجدت عام مسجدت بصرمانا عام السريه عرضي همي مالت خدينا بيوت الله حديثت بهين آتت قرآنت بهين وهر وصا هر كسكي خد تعالى اميت طال داينا عندك قستا مسجدت بكين قستا مالت خد تعالى بكين فضل فضل اوفا كرنا مسجدت خد تعالى بحسوانيه كري كو كان فضلك كي مزنا اما اجبلي فان صحبات فيغافي ماكرين كو عردكي جهكي مزقفتكي باجركي تو رابش نكخوا هندك يعني حديثة وهندك آتت قرآن بيني وسري وانا بقريني وبيتي وبيني دا بكيت خزمتا وان جهادا كو دا خلق قصد كني دا خلق باراب دناتا وشنكا توان باراب مزيخي طبعا اذا اكجار شو اساس وبنيات بوفي شو تشتنين حتى اتناف ما يعني اهل السنة جيدا ما يا هاي قال اكجار دي بجن اذا أفا قبر فلان ولية، أفا مزقفتا فلان ولية، أفا مزقفتا الشيخ عبد القادرية، أفا مزقفتا نظام يا بيري بابلة، أفا حمينينا قالي خوش كبرات عزيز. يك تشينا بشرك تشينابت سفري بكت بو مقبراك بو مزقفتك بأنيتا هنديك وأف مزقفتا أف مقبرة يا بيروزا بأنيتا عبادتي كودا خدت على خيري بو مسن مطلقا أفا حرامة بلكي أفا شركة، شركة اجبلي فان هرسي مزقفتت ما بحسي وانا كريم. هر وصا دا صح كيني كاني چيت اسلامتي دانا اسلامتي چاوا چير رين ما ديننا بو زيارة القبور يعني وقت ام سرادانا مقبرات كين درگاه كا و بابا كي فقهية و يبرفرهية كتب الشريعة دايا هاي باب زيارة القبور علماء بصرمان سر راوستاين مذهب الاسلامي سر برفره سر آخفتين باب زيارة القبور كده برا خدين الشريعة دا يعني زيارة قبرات اسلامتي دا چير رين ما مقود هنا ايكي جي الإسلام دا بو مسألة قبرة وأويت وان قبرة دا هاتي نبشرتين إيه اعتدال توسط يا هاي يعني نافنجيات يا هاي نما بشتاخ دا يا قبرة ونأم وكي الشيعة
يعني ما ظنت كين حتى ببينا بيننا الرزا قبري بيغمبري صلى الله عليه وسلم أن أبو بكر وعمري بلكي اعتدال نافنجات يتدهي وزيارته ما بصرمانا بو قبره بو حكمتك يا نبس هما هما هنده دي چي سرادي وخلاص ونخير ما مقصد يا بهي علماء مقصد يا بهي اشوانا بدايته وقت يعني پیغمبري صلى الله عليه وسلم دست بي كي منع كربي كو هما هر ایک جار چونا سر قبره چينابت يعني پیغمبري صلى الله عليه وسلم گوتي كنت نهيتكم عن زيارة القبور حتى قلت دست بيك وقت پیغمبري هر قبيل لك بسرما چنا سر قبره ایک جاري بس بوچي چونكو دست بيك يعني چرخه كفره و شركه و چونا سر قبرت مريا و اولياء شرك جه چهد بي كفر جه چهد بي و پشتی بسرمان شوی چرخی دیر کتین و ایمان دلی بسرمان آدم گوت آکن جی بیوشنی که بسرمان حقیقتا یا مریا زانی کو کسا که چو قدسیت نینه که حتی قدسیتا خود تعالی بتنی پینت دلو مشکت انسانت بسرمان دا خود تعالی یعنی بسرمان بدرستایی زانی که حقیقتا وان مقبره و او جهندک عبدت خود تعالی بین حتی هکر خوالی جی بین وإنما نظرت كنا من في عتيد كن إسلامتي أوليكا بيغمبري صلى الله عليه وسلم عليكا من عكربي بشتي بصرمان يعني أقلي بصرمانا باش وجميات سريواندا بشتي إنجي حقيقة قدسيات خد تعالى دليواندا هاتا آكنجي كرنو وطوفي محبت وإيمان بخد تعالى هافتا دليخوا وحقيقة فان قبرا وفان أولياء أو فان صنما وفان أوديا بصرمانا زاني شنيكا بيغمبري صلى الله عليه وسلم درجه فكر وقوتي هرن زيارتا قبرا بكن شنيكا بيغمبري صلى الله عليه وسلم قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور من منع واكر بكوهن زيارة قبرة بكن بلبا ألا فزوروها جفيري بفهرن فإنها تذكركم الموت تحديثة پیغمبر صلى الله عليه وسلم هكر چونا سر قبرة بوهن دي بدكو تبجي اها افا اف كوركا اف مروفاتي دا اجي دروجاك اينما فيري بيرا مرناخا از بين بي تحديثة قديرات بيجتن فإنها فإن فيها عبرة يعني زيارة قبرة وانه تدا سربور تدا درس تدا عبرت تدا دبخوا عبرت شوي گوري شوي زيارت وربين حديث أناس دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم بيشتن هرن سرا قبرا بدن سرا قبرا بدن بوه مرامي فإنها ترق القلب دل بي نازكت بدن وتدمع العين جاف روندقا ادبارينن وتذكر الموتى والآخرة هراسا بيرا مرنو وآخرة تجد إنا بيرا مروفي هراسا تزهد في الدنيا چونا قرستانا وقبرستانا دل مروفيش دنيا راشت كتن إذن زيارة قبرة بتنبو بير إنانا مرنية بوهن ديادا دلت ما نرم ببن بوهن ديادا جاوت ما روند كبارينن بوهن ديادا دل ماش دنيا راشت بتن هر بوه مقصده و بوه مرمه أول رين ماين وكي قوتيت أودينا يت زيارة يا قبرا أفا بنسبات كي بنسبات أود چت سر قبري أما بنسبات أوي وكي قوتي بنسبات مريا أو مريت قبري دا كان إسلامتية چي نشامة دا أم بوانا چبكين أنو كي أفيقا في أس ديشم سرادانا قبريكم أس چبكين بوي أويت وي قبري دا پیغمبر صلاة خسرن بيجتن تو دي أوليكا صلاف كي دي صلافي أوي مريها كي أويت قبري دا بشتنجي دي دعا بو كي دي دعا بو أوي مريها يعني ديكي پیغمبر صلاة خسرن بنت حديثة كي دا عائشة وغوهاستي قوتي بشتي نيفا شوشت كاس يعني يعني سيكا شوي و بيدا پیغمبر صلى الله عليه وسلم اشناف نوينت خواه درد كت و قصتا بقية عيد كر و عائشة قد جارا كي ازل ديف چوم قد چت كتن قد از چوم من قوه خدا قد پیغمبر صلى الله عليه وسلم قد يعني دعات كن دست خواه بلند كرن برانبر رب العالمين قد اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد يا ربي تو هندي اول البقيع هاتي نبا شرطن يا ربي تو الجنايت وانا همي ببوري وانا باقش كي قلمي ليبوريني اتسر جنايت وان را يعني بيني هو صا پیغمبري صلى الله عليه وسلم يعني شمدا وقت امچي زيارته يا قبره وجا ما قلت علت يانجي مقصد زيارته قبره ابتني بوتات الصلاف كي وهرصت الدعاء بو بكي وهرصت استغفار بو بكي استغفار يعني تبجي خد تعالى يا رب دعاء بكي بجي يا رب تقولي طنب غفريني وهر وصاتو اعتبار تبخوا عبرتي اشفان قبرتها واربيري صنعاني خد جرازي بتبجتن هر قافكا چونا سر قبرا اشفي مقصدي يعني والبي بمعنى هكاتو چوه سر قبري مقصدتا نبو تو صلاف كي تو دعاء بكي تو استغفار بكي و تبخوا درس عبرتها جي بكري بجت ناچا سر قبري هكاتو چوجي چو مفاتي دانينا بلكي احتمالا برو واجب گناه السرطة بزفرتن آنكو هر کس که سرا قبره کی بده تجبلی وان هر چهار مرامت ها اجبلی اجبر یعنی دیری و الله تا وگه ما بحث وکری امر و گناهکار اصلا و اخرتن بجم دا پشتی هین گهین مفهوم مخالف زان کا کی گناهکار کا او کی گناهات کتن کو اجدر وی اوان رن ما اجدر وی نظام و یاسا او خودت علی دینای بو زیارتا یا یعنی یا قبره
هر وسا هندی هند چونا سر قبره و مثلا گریدانه قبره و شرک انجام شرکیه یا انجام و کی گوتیه بدعانه بدعت مازن سر قبره تینا کرن و هر وسا یعنی شرکه که مازن سر قبره تینا کرن لما برایت سلفی گلک جارا تأکید سروه نقطت کنو طبعا دست تونا خوش بن اگر تأکید سروه مسئله بکن که انسان یعنی چارچوب اسلامی ندر کهوت بچت حاشش در وی بازن اسلامی قصتا یعنی یا بدعا و شرکی یا تا بکت طبعا دست خوشی الوانت کن بوید چنده که اوانا اف حرسی ها وی درگهی ها کری برانبر یعنی برانبر بدعا و شرکی ها تا اش برند اسلامتی هنده قیت یه دینا این قیت یعنی اسلامتی هنده قیت یه دینا بو زیارت قبره یا ایکی چنابت تو روژا زیارت بکی عید یعنی تو روژا که دست نشان کی بجه ازشم سرا دانا وی قبری کم بلا قبر شیخ عبدالقادری بید حتی قبر پیغمبری اسلام قیسرم تو دیچی زیارت قبری تو ناچی بجی اف روژا عیده یان اف هیو عیده یان جی وکی چا ویگا وقت بجن اربعینیت الحسین یعنی چلکیت حسینی چلکیت حسینی ویگا به چل روژا عید الدفوانا بو زیارت حسین طبعا اف اجار مطلقا چنابت حتی پیغمبر اسلام قصر گوتی لا تجعلوا قبری عیدا لا تجعلوا زیارت قبری عیدا یعنی سرادان قبری من نکنه عید اف قیدک چنابت تب عید بزانی یان جی تو ناوی عیدی دینی سر اف ایک یا دوی دی ساواجی یعنی پیغمبر صلوات خود سر بن دبیجتن چنابتن تو وکی ما گوتی چنابتن تو بچی هندک مزگفتا زیارت هندک مزگفتا یا هندک قبرا بکی بو چتشتی بو انیتا پرستنی الا یعنی اویدی بتن الا اف هر سی مزگفتی تتنه بن مزگفتا یا حرمه و هر وصا مزگفتا اقصای مزگفتا پیغمبری صلوات خود سر بن مقصدا پیغمبری صلوات خود سر بن یعنی بو عبادتی هکر ایک بچت آن ما گلک جارا مثلا مدوی چند مزگفتا که آن سر گورستانا که بس نب انیتا عبادتی یعنی چه عبادت پیردانی نش بلی وان هر سه مزگفت دی و هر وسا نه صحابت پیغمبری صلوات خود سر بن و نه خلیفه و نه چه علمای معتبر کس که شونا زیارت تا چه مزگفت دی و چه قبرستان دی نکریه اب انیت عبادت ایش بلی وان هر سه مزگفت دی گوی ما بحثی وانا کی پیغمبر صلوات خود سر بن اد بیش در وقت این چون سر زیارت ها این چون سر قبرا بجن السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین غفر الله لنا ولكم اجمعین اس بصلاه السروابن اي واري بصرمانا و يعني خد تعالى المجي بورتن الواجي بورتن انتم السابقون هم بري ميتشون ونحن ان شاء الله بكم لاحقون امجي ان شاء الله ددي فرائين وبشتي هنجي دي بيجي اللهم اعفو عنهم وعافهم واكرم نزولهم ووسع مدخلهم بشتي هنجي يعني فان دعاية صادبوكي وباعد بينهم بين خطاياهم كما باعدت بين المشرق والمغرب هروا صادبيجي وأغسلهم بالماء والثلج والبرد بشتي هنجي يعني هندك دعاية صادبوناكي ودي زيارة خب دمائكيني حتى وقت تو دعا جيتكي چنابت برامبر زيارتي تو دست خب بلندكي دي چناف زيارتي وقت بي قوة دعاء دي البرامبر دي پشتا خود زيارتي وبشتي هنجي دي يعني دعاكي ونفيج الناف مقبري نائتا كرن اكجار اطلاقا مريل برسنجي تابتا يعني زيارة برسنجي تابت شنابت اكجار تو يعني يعني تو نفيجا فرض اللي بيركن نان نفيجا فرض نيا سنات ناف مقبري نافك ايش دار في زيارتي درستا طنشتا زيارتي درستا البيشيه بس اما زيارت كفتا مقابلي تو نفيجا بكي اكجار ما قوت شنابتا ايش برند نفيجا ميتي بوچ استجدات دانینا چونکو میت المقابلی بسرمانا یه دینایا جبر هنده تو دبینی بو وی علته بو وی حکمته کو یعنی استجدات نویجا میت دانینا تنه احمد شپیر و راستی چهار تکبیراتونو دب دومای کتن خوشگبرات عزیز و چنده ماتین دومای کا وی خلکی اگر خود حسکت خلکیت بیت دبر دوام بین اگر خود حسکت اگ ماینا ساخ و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.